الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتكلم على واحد الشخصية قوية من أبرز الرجالات ديال المخزن في عهد الحسن الثاني، واللي غادي تولي هي أقوى شخصية من بعد مقتل الجنرال أحمد الدليمي. هذه الشخصية هي شخصية إدريس البصري. إدريس البصري بدأ المسار ديالو في 1973 في سلك الشرطة، وهنا غادي يتدرب وغادي يحتك الى غير ذلك، وغادي يبان النجم ديالو بحكم الكفاءه والخبره والتجربه الى غير ذلك. حتى ل 1979 غادي يتعين هو وزير الداخليه، وغادي يبقى في المنصب ديال وزير الداخليه حتى ل 2009، يعني 20 سنه هو في المنصب ديال وزير الداخليه. قبل ما نهضروا بعدا كاينه في هاد نكملوا الموضوع ديالنا، نشيروا بانني انا ما غاديش نتناول التجاوزات ديال إدريس البصري من ناحيه ديال حقوق الانسان الى غير ذلك. يعني غادي نتكلم على شخصيه إدريس البصري من حيث الاهميه ديالو عند في النظام السياسي وعند الدوله المغربيه وعند المخزن. يعني نتكلم على إدريس البصري كأحد رجالات المخزن وكأحد رجالات النظام السياسي وأحد رجالات الحسن الثاني رحمه الله. قلنا إدريس البصري من بعد ما تقتل الجنرال أحمد الدليمي في 83، هنا غادي يولي هو اليد اليمنى ديال الحسن الثاني كما كيوصفوه، وغادي يولي هو أقوى رجل. وإدريس البصري غادي يكون وزير الداخلية، وغادي يفرض الوجود ديالو في واحد المرحله اللي كيف كنا تكلمنا تميزات بالاثار ديال ما بعد محاولتين انقلابيتين ديال 71 و 72، بحيث ان هذه المحاولتين الانقلابيتين كيف ما كنا تكلمنا في حلقات سابقه كانت دفعت الحسن الثاني انه يعيد النظر في الهيكله ديال المشهد السياسي بصفه عامه في المغرب. والعمود الفقري للحياة السياسية كيف كتعرفوا هي الأحزاب السياسية، هي الرأي العام، هي الصحافة، هي المعارضة، هي حتى النقابات. هنايا كيف كيقول مصطفى العلوي رحمه الله، مدير ديال جريدة الأسبوع وعميد الصحفيين المغاربة بدون نزاع، كيقول بأنه الحسن الثاني من بعد المحاولتين الانقلابيتين كان طلب منهم، قال لهم انا محتاج لشخص بغيتو يكون بوليسي، يعني بهذا المعنى انا بغيت بوليسي، يعني بوليسي يعني انه خبير بالمهنه ديالو، خبير بالتفاصيل ديالها، من اسفل السلم ديال رجالات السلطه، ويكون طالع، يعني انه خصو يكون يعني الى بغينا نقولوا بوليسي تقنقراط محط مهني حرفي. فديك الساعه جابوا لواحد المجموعه منهم إدريس البصري. إدريس البصري في الاول كان مستشار في الشؤون ديال الامن في القصر الملكي، ونهار على نهار كيف قال مصطفى العلوي قال لك محل المغرب كيتوسع، وإدريس البصري كيفرض الوجود ديالو بحكم الكفاءه ديالو. حتى في الاخر غادي يكون هو وزير الداخليه. الدور اللي قام به هاد إدريس البصري في الحياة السياسية هو أنه أنا ديما كنتكلم بغض النظر على التجاوزات ديال حقوق الإنسان إلى غير ذلك. الدور ديالو لأنه كان شخصية المرحلة، الدور اللي قام به فيما يخص أولا الأحزاب، بحيث أنه كيف قلنا الحسن الثاني من بعد الانقلابات انه بغى ينظم الحياه السياسيه ويكون فيها واحد التوازن، ويكون مضبوطه ويكون متحكم فيها، ويكون فيها توازن ويكون فيها حيويه ويكون فيها نشاط بدون ما تكون فيها خطوره. اذا هذا هو الدور اللي قام به إدريس البصري، بحيث انه اضعف احزاب المعارضه اللي كانت الا بغينا نقولوا متطرفه، انه بالوسائل ديالو انه استطاع يستعمل بعض النخب ويدمجها او ليدجن الى غير ذلك، ومن جهه اخرى كان خلق الموازن ديال هذه المعارضه هي احزاب اليمين، يعني باش يخلق واحد التوازن، وفي نفس الوقت كانت احزاب الوسط، وجميع هذه الانواع كامله كانت تحت الضبط والتحكم، يعني ما كانتش الامور كتترك
المفاجآت. حتى في الحياة البرلمانية النتائج ديال الانتخابات كانت في الفترة ديال حتى السبعينات وخصوصا الثمانينات كانت كتكون شبه طبق الأصل تقريبا في ذاك الشيء اللي كان كيشوفه اللي كانت كتشوفه الداخلية. هذا هو الدور ديالو اللي قام به إدريس البصري. من ناحية ثانية كذلك الصحافة، بحيث أنه كيتلاحظ بأنه الصحافة في عهد إدريس البصري لأنه كان سنين كيجمع ما بين الداخلية والإعلام، بحيث أنه كان هو المنشط حتى للصحافة. ملي كان هذا يقول منشط للصحافة ماشي غير الصحافة ديال الأحزاب اليمين، حتى الصحافة ديال الأحزاب المعارضة، يعني كان منشط، يعني كان محرك، سواء عن طريق الدعم المادي اللي كتاخذوه من عند الدولة، سواء عن طريق مذهب الأخبار. وكلكم كتعرفوا مثلا بين قوسين في ربما في 1990 ديك القضية ديال الحج ثابت، كيف غادي نشوفوا بأنه الصحافة ضد المعارضة كانت كتوصل بالمحاضر يعني ديال التحقيقات في ديك القضية ديال ثابت، وكانت كتنشر على الملأ، يعني كانت كتنشر علانية، يعني كانوا كيتوصلوا بمسائل ما يمكن حتى شي واحد يعطيها لهم من غير إلا كانت الموافقة ديال إدريس البصري. كذلك النقابات عانت في عهد إدريس البصري، يعني عانت النقابات، كان التضييق، كان المحاولات ديال التقسيم، كان إلى غير ذلك، هادشي كيعرفوه الناس ديال أصحاب النقابات. ولكن المشكلة في نفس الوقت كانت الحياة السياسية في نفس الوقت كانت نشيطة، في نفس الوقت كانت نشيطة، بمعنى أن كيف كنا حنا كنتكلموا بتجرد، يعني كانت يمين يمين، كان اليسار يسار، كان الوسط وسط، كانت نقابات نقابات، كان الإضراب إضراب. يعني ملي كتقول واحد الحاجة عندها علاقة بالحياة السياسية في الثمانينات خصوصا وحتى في التسعينات كانت واحد الجدية، وكان دائما يعني واحد التنشيط في الحياة السياسية، هذا من الناحية السياسية. دور آخر كان قام به إدريس البصري هو أنه تقريبا أعاد الهيكلة ديال الإدارة الترابية المغربية، يعني الهيكلة كلها تعادت وعرفت واحد التطور سريع، بحيث أنه من واحد العدد محدود العمانات ربما كان في بداية الأمر 12 أو 13 إلى غير ذلك، وصلت الأمور حتى 40 عمالة، عدد الجهات، يعني واحد التقسيم الإداري المغربي عرف واحد التطور يعني ملموس، وزاه واحد التطور حتى في الموارد البشرية اللي كانت كتعطى الإدارة الترابية منها وزارة الداخلية، بحيث أنه تكونت أطر رفيعة وكانت عندها الكفاءات عالية، وكان كتشجع الإدارة الترابية الموظفين ديالها أنهم يكملوا الدراسات العليا ديالهم. إذن الإدارة الترابية في العهد ديال إدريس البصري أنها تقوت واحد التقوي شديد، وهذا هو اللي أهلها أنها تقوم وتكون هي العمود الفقري ديال الإدارة المغربية ككل، بحيث أنها وزارة الداخلية في العهد ديال إدريس البصري كان دائما كتوصفها المعارضة بأنها هي أم الوزارات، يعني بأنها كتحكم في كل شيء وكتدخل في كل شيء، وهذا كان باين حتى على الواجهة الإعلام، بحيث أنه هذه الشخصية ديال إدريس البصري كان في واحد الوقت هيمن على الصلاحيات ديال تقريبا جميع الوزراء، بحيث أن كنا كنشوفوا هو اللي كان كيقود مشاريع اللي خصها تكون اجتماعية، مثلا في التجهيز، في السكان، في التشغيل، حتى في الاقتصاد، بحيث أن هذا إدريس البصري كان ساعد الحسن الثاني حتى في ضبط المشهد الاقتصادي، بحيث أنه كلكم كيف كتعرفوا رغم أن الدستور كينص على حرية المبادرة الفردية، ولكن الدولة ما كتسمحش بواحد التأسيس وواحد الرأسمالية اللي تكون يعني كتخدم خارج الضبط، يعني دير اللي بغات، لا ضروري كل شخص يكون متحكم فيه. وهنا إدريس البصري كذلك ما كانش كيضبط غير الحياة السياسية، بل كان كيضبط حتى الحياة الاقتصادية،
إذن اللي بغينا نقوله بأنه درس البصري واحد الشخصية اللي جات في واحد المرحلة دارت داكشي اللي مطلوب منها من طرف الحسن الثاني، يعني دارت واحد الوظائف وواحد المهام حسب كيف ما هي مطلوبة، بدون ما نهضروا على التجاوزات طبعا، لأن التجاوزات ما يمكن تشي واحد يخبيها، لأنه راه في العهد ديال درس البصري راه ما يمكن تشي واحد مثلا يدافع على حقوق الإنسان في ديك المرحلة. وكتبقى أكبر تجاوز كان عرفه المغرب هو فيما يسمى حملة التطهير. حملة التطهير اللي كان دارها درس البصري 1993 الصيف ديالها، كانت دارت واحد الحملة كبرى ضد التهريب، ولكن هذه الحملة كان عرفت بزاف ديال التجاوزات لا قانونية ولا حقوقية، وتنسبات بزاف ديال الفضاعات وبزاف ديال الخروقات وبزاف ديال يعني بزاف ديال الأمور اللي هي كانت سلبية. وحتى الوزراء اللي كانوا معاه رغم أنهم عطاو الموافقة ديالهم في البداية، إلا أنهم من بعد ملي كيتلاقاو مصادر أخرى كانوا كيتبرعوا من ديك الحملة، وكانوا كيقولوا بأنها تحولت إلى انتقام. والأستاذ محمد زيان كان ذكر في المذكرة ديالو يعني شفويا مع بعض البرامج ديال القنوات الخاصة، كيقول بأنه دريج جدو اللي كان ديك الساعة كيشغل المنصب، كان ذكر ربما كان هو رئيس الوزراء، يعني هو الوزير الأول، هو اللي كان قنع الحسن الثاني بأنه هذه الحملة غادا تدر على الخزينة ديال الدولة 80 مليار دولار، كيف كيقول محمد زيان، كان قنع الحسن الثاني قال له بأننا احنا غادي نجمعوها وغادي نعمروا بها الخزينة ديال الدولة وغادا تنفعنا إلى غير ذلك. النتائج دائما حسب الأستاذ محمد زيان النتائج كانت عكسية. هذا محمد زيان راه كان في ديك الحكومة وكان هو وزير حقوق الإنسان، وكانت من المفارقات التاريخية أو لا من سميتو محمد زيان غادي يستقل، هذه غير بين قوسين، غادي يستقل بسبب هذه التجاوزات اللي وقعت. والغريب في الأمر أنه ملي استقل، يعني كيف كلكم كتعرفوا ديك الطريقة باش كان استقل، الغريب في الأمر أن الحسن التالي يعني أعطاه الاستقالة بواحد الطريقة جد مؤدبة. يعني انتم كتعرفوا يعني الوزراء في المغرب ما كيستقلش غير هو راسو، يعني ما كاينش هاد سميتو، وحتى ولا بغى يستقل يعني خصو يجي امام، خصو حتى يطلبها عاد التعطالو في الوقت اللي كيبغيها الديوان الملكي. الاستاذ محمد زيان كان اعلن على التبرع ديالو من الحمله، واعلن على التمرد ديالو على ديك الموافقه اللي كانت عطاتها الحكومه لدريس البصري، ومن موراها كان خدا الاستقاله ديالو بواحد الطريقه اللي كانت مؤدبه. على كل حال رجعوا للموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا هو انه دريس البصري الحكم عليه مزيان او خايب على حسب وجهه النظر. من وجهه النظر الحقوقيه طبعا كان انسان سلبي، لان عانت منه الحريات وعانت منه الحقوق وعانت منه الاحزاب المعارضه وعانت منه يعني الصحافه اللي خصها تقول داك الشيء اللي خصو اللي باغا. ولكن من وجهه نظر اخرى، من وجهه نظر النظام السياسي ومن وجهه نظر المنظومه السياسيه، فانه كان واحد الشخصيه جد مناسبه لواحد المرحله كانت كتطلب بناء اداره ترابيه وكتطلب بناء حياه حزبيه ولكن متحكم فيها. وعلى هذا الشيء كتجبروا بانه كثير من الشخصيات المعارضه بقت الى يومنا هذا بين الفينه والاخرى ملي كيتطرح عليهم سؤال على دريس البصري، فملي كيجيو القضيه ديال المردوديه ديالو والكفاءه ديالو والاهميه ديالو والخبره ديالو، فكيكون واحد شويه يعني هاد الشخصيات كيكون شويه الاعتراف بهاد القضيه، عكس ملي كتكلم على حقوق الانسان كيمكن الكبير والصغير يهضر ديك التجاوزات. على كل حال اذا دريس البصري في 1999 من بعد صعود الملك الشاب محمد السادس غادي يتم المناداة عليه وغادي يوضع احد المهام ديالو، وبذلك غادي تنتهي واحد المرحله كانت واحد المرحله مضطربه، كانت في البدايه ديالها واحد القمع وواحد الشده في
في البدايه ديالها في السبعينات، وفي النهايه ديالها هي اللي كانت توجد بالحكومه ديال عبد الرحمن اليوسفي، حكومه التغيير اللي كانت تنصبات في 1998. اذا الدرس البصري عاش هذه المراحل كامله، وقاد الحياه السياسيه، وقاد النقابات، وقاد حتى الراي العام، وقاد كل شيء حتى المرحله ديال التناوب. وكيحكي الاستاذ مصطفى العلوي رحمه الله، كيقول بانه الدرس البصري بديك الهيبه اللي كانت عنده، ديك الهيمنه، قال لك يوميا في الصباح البيت ديال الدرس البصري في طريق الزعير في الرباط كان عامر برجاله الدوله، وزراء، برلمانيين، رجال المال والاعمال، مثقفين، صحفيين، مدراء من مختلف الوان النخبه. وهذا كتشير بانه كان ديك الساعات الشخص ديالو كانت الوزاره ديالو، بالتالي كانت هي اللي متحكمه في دقائق الامور في المجتمع ككل. الاخوان، كنتمنى نكون عطيتكم بعض المعلومات مفيده على هذه الشخصيه ديال الدريس البصري. كنتمنى ان شاء الله في حلقه قادمه نجيب لكم شيء جديد ليكون جديد ومتميز. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.